تتحرك إدارة فريق الوداد الرياضي خلال الوقت الراهن من أجل التعاقد مع مجموعة من اللاعبين في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز الكتيبة الحمراء وتعويض مغادرين استعدادا للموسم الكروي القادم الذي سيدخله بطل المغرب بهدف الدفاع عن تاجه الإفريقي والمحلي. وحصلنا على معطيات خاصة تؤكد رغبة فريق الوداد الرياضي في التعاقد مع أسماء جديدة على مستوى الخط الدفاعي والهجومي لتعويض رحيل المدافع المميز أشرف داري إلى نادي بريس الفرنسي واللاعب الكونغولي جيم بينزا الذي انتهى عقد إعارته من نادي أنتويرب البلجيكي إلى الوداد. وحسب المصادر نفسها فإن فريق الوداد الرياضي دخل في مفاوضات مع حمزة خابة مهاجم نادي أولمبيك أسفي الذي لم يحسم في انتقاله إلى العربي الكويتي ولم يوقع على عقد انتقاله بشكل رسمي حتى حدود الساعة رغم تقدم المفاوضات بينه وبين إدارة الفريق الكويتي. وأشارت ذات المصادر أن الفريق الأحمر يسعى لتعاقد مع خابة هذا الصيف إضافة لاهتمامه بمهاجم كونغولي اقتنع الطاقم الفني بإمكانياته الفنية وذلك لتعويض رحيل مبينزا المتوج هدافا للدوري المغربي الموسم الماضي والذي رفض تجديد عقده مع البطل المغربي لمواسم كروية إضافية بعد حصوله على عقد وقع عليه مع الطائي السعودي.